شوية، الأدب كان زفت، بس الامتحان سهل. والتعبير؟ لا التعبير كان كويس. ما جابش فيه أي حاجة سياسية؟ لا عادي. وأسئلة القراءة؟ لا سهلة أوي. لكن الامتحان كله كويس. وبصفة عامة الامتحان يعني في مستوى الطالب إيه؟ متوسط عادي شاطر؟ متوسط. احمد محمد حسني في الامتحان العربي الصعب كان كالاتي، كان دايما كل اللي طالعين عمالين بيشتكوا من الادب والنحو. النحو كان سهل وده المفروض الغريب، والبلاغه برده كان سهله برده، بس كل الناس اللي عماله تشتكي قال لك من الادب والتعبير كان فيه برده حاجات كانت صعبه. ما الوقت برده في ناس كانت فاكره ان الوقت هيكفيهم اكتر من كده، طلع الوقت ما كفاش، في ناس الادب كان رخم اصلا. يعني الاسئله طويله ولا كان رخم الاسئله نفسها وحشه؟ الاسئله نفسها لفه بتلف الحاجات ما يعرفش ايه، ما جاش الاسئله مباشره خالص. جيم غير المتوقع خالص. كان جاي من بعيد يعني. طب وردود الافعال بعد الامتحان بين الطلبه؟ في اللي كويس جدا، في اللي مش قوي، في اللي مرضاش يراجع يعني، بس عامه الاغلبيه بتقول ان هو كويس. كان حلو لحد ما، حتى جه في التعبير قصة تتكتب على 30 سطر، دي حاجة حلوة. كنتوا متدربين عليها؟ كنا متدربين عليها، وبالنسبة لي أنا كأني بكتب، بحب الشعر وكده، واللي هي في مجال الصحافة فكتبتها القصة. وأما بالنسبة للقصة فكانت حلوة، هو بس الحتة اللي لدعة شوية، كان سؤال واحد في التعبير، كان سؤال واحد في الأدب، وسؤال في النحو. اللي هو بتاع الاعراب، اللي هو لا اللي هو بتاع الاعراب، واللي هو اجعل الفاعل في جمله توكيدا وغير ما يلزم. ده بالنسبه لي انا ده كانت صعبه بالنسبه لي يعني، دي حاجه بالنسبه لي انا واللي فوقيه. لكن الامتحان كله الادب اني انا بالنسبه لي نسيتها. طب الادب كانوا بيقولوا رخم. الادب بالنسبه لي انا برضو السؤال اللي هو مهما كان موضوع المقال فهو زي ده، اما اللي فوق ده انا عارفاه. وبصفه عامه الامتحان في مستوى الطالب ايه؟ لا مستوى الطالب يعني اقل من المتوسط، سهل جدا على فكره. قولي الامتحان كان عامل ازاي؟ العربي كان الحمد لله كويس، بس كان في النحو كان في حاجات صعبه شويه في الاعراب، وفي النصوص اللي هي الاختياري كان في نصوص صعب شويه، بس